بالنسبه للمشحه المحلي اللي حاطه نفس السبوره غادي تلقاوه هنا او غنحطو لكم هنايا ولا هنا متفقين هنا ولا هنا غتلقى المشحه المحلي محطوط سكريني ودخل وخرجوا راسك بعدا عاد تجي شوف التصحيح عام بالنسبه لنا ديال متفقين معاه يلا ورقه وستيلو دفتر وبدا تخرج معاه دونك اول عمليه حطوا لينا هنا حطوا لينا داكشي ديال الجذور المربع يلا ركز معايا مزيان ودوقني لتحت في الديسكريبسيون اولا في الجروبات اللي غتدخل لهم الواتساب ميساج هنا غنحط لكم جميع الروابط اللي غتحتاجوا في امتحان المحلي يعني اول حاجه خصك دير مثلا دابا اللي غاسين كاري الا شفتي مثلا هاد العمليه شفتيها وعرفتي ليها الا مزيان راك مزيان الا شفتي هاد العمليه وقلتي ناري شاد الشيء ناري صعيب ناري هادي عرف راسك عندك مشكل في الدرس ديال اللي غاسين كاري او جذور المربع الدواء ديالك الدواء اللي غنعطيك انا هو غتمشي لليوتيوب ديك البلاصه ديال الريسيرش تمشي تما وغتكتب الجذور المربعه ربيع غزواني يفوا غتكتب الجذور المربعه ربيع غزواني غيطلع لك فيديو ديالي شارح بلا ديطاي شارح بالخشيبات شارح داكشي ديال الدراري الصغار متفقين غتدخل تما وغتفرج في الفيديو حتى تفهم مزيان الدرس عاد تجي خدم معنا امتحان المحل متفقين معايا غنعاون دونك اي درس كيف ما كان قبل ما تزيد تشوف هنا امتحان محلي سير حتى تفرج في فيديو قصير فيه 15 دقيقه 18 دقيقه تفرج فيه قيد المعلومات اللي تما خرج التمارين غتلقى راسك فهمتي غتجيني شي امتحان محلي وغتخدم متفقين هذا الدواء شي واخا تكون ما قريتيش من شهر 9 عمرك قريتي الناس ديال الاحرار الناس اللي عندهم باك ليبر الناس اللي عندهم تاسعه حره راه ساهله غتجي غتفرج فيديوهات وغتمشي تخرج امتحان وغتجي فيه مزيان متفقين نبداو على بركه الله في العمليه الاولى ا فيها جدر كبير مخشي وسط منه جدر 16 زائد 96 ناقص 1 اختاريت انني نخرجها في سطر واحد علاش حيت ساهله بزاف اول حاجه جدر 16 الغاسين ديال 16 الغاسين ديال 16 هو شحال هو 4 متفقين 4 علاش حيت 16 عدد زوين 16 عدد زوين كيرجع 4 اوكاري اوكاري غيمشي مع الغاسين وغنعطيني 4 دونك غاسين 16 هو 4 4 الى زدنا على 96 شحال غتعطينا 4 الى زدنا على 96 شحال غتعطينا غتعطينا 100 والجذر ديال 100 شحال الجذر ديال 100 هو 10 10 ناقص 9 10 ناقص 1 هي 90 سهله وبسيطه بزاف طبيعه الحال انت ما تجيش نيشان وتكتب واحد ما تجيش نيشان وتكتب 90 لا خصك تحط طريقه بشويه عليك اذا هذا السر من الاسرار اللي غنبدا نحط لكم ان شاء الله في الفيديو عمرك تخرج شي عمليه نيشان عمرك تتعامل مع الاستاذ على انه فاهم تقول احط صافي اللي غيفهمني لا الاستاذ اللي غيصحح لك الامتحان المحلي ديالك هو واحد الاستاذ ماشي عارفكش السميه ديالك مدرقه ملي كيعطيهم الورقه كيعطيهم السميه مدرقه يعني هو ما كيعرفكش شكون هو انت ولا دونك هو كيصحح عاد متفقين دونك تعامل مع الاستاذ على انه شي دري صغير شرح ليه بشويه قول ليه راه جدر 16 هي جدر 4 اوكاري ياك او اوكاري مشى مع الغاسين و 4 زائد 96 هي 100 يعني خرج كتب كتب نهار يعطيوك امتحان محلي الا لقيتي راسك انك استعملتي غير ورقه وحده عرف راسك عندك خطا عرف راسك ما غاتجيش مزيان اللي غيجي مزيان هو اللي كيسد عليهم راه استاذ زيدني ورقه اخرى كتقرا فيها استاذ زيدني ورقه اخرى كدير خصك دير شي ثلاثه الورقات ولا اربعه الورقات في المات خصك دير شي ثلاثه اربعه الورقات الا ما درتيش ثلاثه اربعه الورقات عارف راسك راك ما خرجتيش كلشي وراك ما خرجتيش مزيان بشويه عليك اذا لدينا يعني دو دونك الوغ يعني كتب تفقي معايا مزيان دونك هذا سر من الاسرار ديال الامتحان المحلي قيدهم باش تعقل عليهم مزيان دابا غندوزو العمليه بي غندوزو العمليه بي العمليه بي حتى هي ديجا درنا بحال يعني الناس اللي مشاو تفرجوا دابا في لي غاسين كاري راجعوهم غتحس بان هاد العمليه تجيك ساهله بزاف غتجيك العمليه ساهله بزاف دونك مزيان دونك جدر 13 جدر 3 3 ما كتفككش واش 3 كتفكك لا زائد جدر 300 300 كتفكك وي كتفكك هي 3 في 100 دونك 3 اولا 100 في 3 ناقص 12 كتفكك هي 12 كاين اللي غيقول لي فيكم 6 في 2 لا هي 4 في 3 دونك 12 هي 4 في 3 تساوي جدر 3 زائد 100 100 100 100 جدر 100 واش حاب جدر 100 هو 10 اذا جدر 100 10 يعني 100 غتخرج متفقين جدر 3 اللي ما عرفش كيفاش 100 كتخرج
وسير سير تفرج في الفيديو سير وسير سير عجبك دير الركراكي وسير سير وسير سير 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 خرج من هذا الفيديو هذا ما عندك ما دير به سير تفرج في فيديو ديال جذور مربع فهم بعد الدرس ديال جذور مربع سواء عندي انا سواء عند شي استاذ اخر سير بعدا سير تفهم تفهم الدرس ديال جذور مربع عاد جي تدخل لهذا هذا راه امتحان محلي راه اخر مرحله هي تفقين شي الناس اللي داخلين عندي انا دابا هما الناس اللي صافي يعني فهم الدرس دار فيه التمارين ودار الفرض رقم واحد وجا فيه مزيان عاد جيت انت ما درتي حتى شي حاجه من هادشي وجاي عندي راه ما غتفهم والو متفقين سير تفرج في الفيديو سير 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 ناقص 4 جد 4 شحال هو 2 شتا تساوي نورمالمون هنا ما كاين والو يعني ولكن راه كاين واحد اذا كنديروا جذر 3 جذر 3 جذر 3 كنحطوا جذر 3 وكنديروا 1 زائد 10 هي شحال هي 11 11 ناقص 2 هي 90 اذا الجواب الصحيح هو 90 جذر 3 1 زائد 10 هي 11 11 ناقص 2 هي 90 اذا الجواب الصحيح ديال العمليه بي هو 90 جذر 3 متفقين كاين التصحيح في الورقه كاين التنقيط ديال كل سؤال شحال عليه وعطى راسك نقاط الا لقيت العمليه الاولى جات فيها 90 الثانيه جات 90 جات 3 وانت غادي صافا سكريتي مزيان لقيت شي خطا صحح شويه عليك نمشي حل محل رقم واحد هاني واخا تخطا فيه ما كاين حتى شي اشكال ما كاين حتى شي مشكل نمشي حل محل رقم جوج هاني خطا فيه نمشي حل محل رقم 3 هاني ولكن نمشي حل محل رقم 4 غنكون انا اللي مصايبو بايدي يعني نمشي حل الاول والثاني والثالث غنكون جايبو بحال دابا هذا ديال اكادير ديال شي مدرسه كاينه في اكادير متفقين شي حاجه رقم 4 غنصايبو انا بايدي غيكون امتحان تجريبي اللي غيكون شويه قاصح ويكون مزيان هذاك امتحان تجريبي عطي راسك واحد سير له شي بلاصه لراسك وخدم متفقين طبيعه الحال غنصيفط لكم الجروب اللي غادي تدخل ليا صيفط شي ميساج هنا متفقين معايا ندوزو للعمليه سي العمليه سي غنشرحها لكم هنا العمليه سي غنشرحها لكم بعدا واحد الحاجه تفهموها مزيان واحد الحاجه خصكم تفهموها مزيان هاد الحاجة تفهمو مزيان دابا انا كنمشي نشوف التليفون واش كيصور ولا ما كيصورش حيت واحد النهار بقيت كنصور نصور 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 ملي جيت لقيت راسي التليفون ما كانش كيصور دونك ا على بي زائد سي على دي الطريقة اللي كنخرجو كان واحد المقام اللي خصك تعرف انت ما تقولش لي لا انا عارف واحد الطريقة لا تبعني هالطريقه ديال توحيد المقام هي اللي غادي تسلكك في هذا العام وفي السنكيام وفي السيزيام وفي الباك متفقين توحيد المقام ضرب هذا في هذا وحطه في مقام واحد الا كنت عارف لها مزيان ما كنتش عارف لها تعلم لها والله حتى غتنفعك وهي غتنفعنا هنا دونك بي في دي هي دي في ا هي وسي في بي هي تسمى طريقة لا يعني هذا في هذا هادي هادي في هادي هايا هادي في هادي واحد متفقين هادي الطريقة اللي غنديرو هنا هذا في هذا هاي جوج جدر جوج في جدر جوج هذا في هذا وزوين درناه هادي في هذا دابا هذا في هذا ودابا هذا في هذا جوج جدر جوج في جدر تمن زائد واحد زائد هاد واحد اللي كانت دار توحيد المقام وصافي ساهل دونك جوج جدر جوج جدر جوج غتعطينا تساوي تكون حدا الكسر تساوي تكون حدا الكسر تساوي حدا الكسر ماشي الكسر كاين هنا وتساوي كاين في الناظور لا تساوي تكون حداها هاي تساوي حدا الكسر جوج جدر جوج جدر جوج هي جوج جدر ربعة حيت جوج جوج هي ربعة جدر جوج جدر جوج هي جدر ربعة زائد جوج جدر جوج في تمنية هي ستاش زائد واحد جدر ربعة هي شحال هي جوج جدر ربعة هي جوج جدر ستاش هي ربعة ربعة في جوج هي تمنية جدر ربعة هي جوج جوج في جوج هي ربعة
متفقين؟ دونك جدر جوج جدر جوج هي جدر ربعة، جدر ربعة هي جوج، جدر جوج جدر ثمانية هي جدر ستاش، جدر ستاش هي ربعة، ربعة في جوج هي ثمانية، جوج زائد ثمانية هي عشرة، عشرة على ربعة زائد واحد. دابا غير توحيد المقام، هادي بحال على واحد، ربعة في واحد هي ربعة، واحد في عشرة هي عشرة، وربعة في واحد هي ربعة. إذن عشرة زائد ربعة هي ربعتاش على ربعة. بغيتي تختزلها تختزلها غتولي سبعة على جوج، بغيتي تختزلها غتخليها بحال ماك. متفقين؟ دابا غندوزو العملية دي. دابا غندوزو العملية دي. متفقين؟ دونك بالنسبة للعملية دي، جوج على جوج زائد جدر ثلاثة زائد جدر ثلاثة على جوج ناقص جدر ثلاثة. طبيعة الحال توحيد المقام، توحيد المقام يعني هذا في هذا. هنا ما درتش لي بارونتيز، علاش؟ حيت كاينه غير حاجه في حاجه. دونك هذا من بين الاسرار اللي غادي نقول لكم ان شاء الله. دونك حاجه في حاجه ما درتش لي بارونتيز، ولكن فاش غنضرب انا اكسبريسيون، هذه كتسمى اكسبريسيون اللي فيها جوج الحوايج، ملي كنضرب اكسبريسيون فوا اكسبريسيون كندير لي بارونتيز. دونك جوج زائد جذر 3 مضروبه في جوج ناقص جذر 3. متفقين؟ دابا غنضربوا هذا فهم. دونك جوج مضروبه في جوج ناقص جذر 3، طبيعة الحال دي بارونتيز، زائد جذر 3 في جوج زائد جذر 3 تساوي مزيان. دابا غنبداو نديرو التوحيد النشر. دونك جوج في جوج ربعة، جوج في جوج ربعة، جوج في ناقص جذر 3 هي ناقص جوج جذر 3، جذر 3 في جوج هي زائد جوج جذر 3، جذر 3 في جذر 3 غتعطينا جذر 90، وجذر 90 هي 3، دونك زائد 3. جوج في جوج ربعة، هاد العيبة اللي كندير أنا دابا ماشي كنشرح لكم بها، كنعلمكم ديروها حتى نتوما، يعني أنت خاصك تولي ديرها. شناهي؟ فين ما تخرجش السطر عاود قول، مثلا خرجت أنا السطر، فيا ما نكمل عادي ونسالي، لا غنعاود. جوج في جوج ربعة، مزيان درتها صحيح. جوج في ناقص جذر 3 هي ناقص جوج جذر 3، جذر 3 في جوج هي زائد جوج جذر 3، جذر 3 في جذر 3 هي جذر 90، وجذر 90 هي 3، هاي مزيان. لتحت A بلس B، A موان B، إيدونتيتي روماركابل، متطابقة هامة، متفقين؟ متطابقة هامة، A ناقص B، A زائد B هي A أو كاري ناقص B أو كاري، دونك A أو كاري ناقص B أو كاري. الناس اللي ما فاهمينش المتطابقات الهامه، نفس الحاجه الضوء، غتمشي ليوتيوب وغتكتب المتطابقات الهامه حداها ربيع غزوان، المتطابقات الهامه حداها ربيع غزوان. الناس اللي ما فاهمينش النشر والتعميل، غتكتب النشر والتعميل حداها ربيع غزوان، وغيطلع لك الفيديو وغتفهم الدرس مزيان، عاد جيت تفهم معنا هادشي اللي كاين في الصبور. تساوي هادو دو نومبر اوبوزي، عددين متقابلين كيساويو صفر ناقص جوج جذر 3 زائد جوج جذر 3 صفر، 4 زائد 3 تعطينا 7، ولتحت 4 جوج اوكاري هي 4، 4 ناقص اوكاري مشى مع 3 تبقى الاوكاري مشى مع الغاسي تبقى 3، إذن في الأخير غتبقى 7 على 1 اللي هي 7. متفقين؟ دونك كان هذا التمرين الاول طريقكم هنا ولا ديجا في الجروبات. هانتوما بالنسبه للجروبات، الجروبات اللي خدام فيهم دابا الاستاذ معاد ديال الفيزيك واللي خدام فيهم انا، دوك جروبات عادي ما فيهم حتى شي حاجه. اي جروب من غير دوك الجروبات اللي خدام فيهم معاد وخدام فيهم انا، هاد الجروبات تخرجوا منهم وتحيدوا منهم، ماشي في ما فيهمش انا وما فيهمش هذا الرقم، هذا ما غتلقاش فيه هذا الرقم هذا. متفقين؟ على بركه الله نبداو في العمليه او. بالنسبه للعمليه او راه قال لي كتبوا اكريتور سيانتيفيك، يعني كتابه علميه، يعني بالنسبه للتمرين الاول اللي درت في الجزء الاول ديال، واخا ما تكونش كتبان لك راه كاينه فاصله هنايا، دونك فاصله راه كاينه هنايا ديجا. دونك الفاصله هذه الا بغينا نكتبوا هذا على شكل عدد زعما مكتوب بالكتابه العلميه، خاص الفاصله تمشي على شي عدد اللي غيكون هنا، اللي غيكون محصور ما بين 1 و10، ما بين 1 و10. شكون هو العدد اللي كاين هنا اللي محصور ما بين 1 و10؟ هو 5. اذا الفاصله غتمشي من هنا 1 2 3 4 5، اذا غتجي هنا، اذا 5 في 10 اس
خمسة. علاش درت أس خمسة؟ خمسة حيت الفاصلة جات عاد خمسة، ودرت عشرة أس خمسة. علاش درت عشرة أس خمسة؟ حيت مشينا بالفاصلة خمسة المرات، يعني مشينا بواحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، داكشي علاش درت خمسة. عاد غندير قوس وكاري غنحطو هنا في مية، حتى هو خصو يتكتب على شكل كتابة علمية. الكتابة العلمية ديال مية الفاصلة نورمالمون كاينة هنا، يلاه أجي نطبقو داكشي اللي درنا هنا. الفاصلة كاينة هنا، فين هو العدد اللي محصور ما بين واحد وعشرة؟ ما يكونش عشرة. دونك واحد جوج، إذا واحد في عشرة أس شحال؟ أس جوج. مشينا بواحد جوج، متفقين؟ مفهوم؟ مزيان. الإشارة دابا أنا ماشي كنشرح في الدرس، الدرس باش راح تشوف بحال هكا كنشرحو بلي لي طايب الخشيبات. الناس اللي بغاو يفهموا الدرس غتمشي ليوتيوب، غتكتب القوى وغتكتب حدا ربيع غزوان، غتكتب لي بويسونس وغتكتب حدا ربيع غزوان، غتلقاني شارح الدرس بالخشيبات، فيديو طويل وشارح بالشوايع عليه. ميمكنش لي أنا في التصحيح ديال شي حال محلي ونبدا نشرح عاوتاني بشوية، ما غيرتش نديرو في الفرد شي ساعة ولا نديرو فيه شي سبعة سوايع، متفقين؟ دونك الأوكاري كيف ما كنعرفوا في الدرس ديال القهوة، الأوكاري كيتفرق على هذا وكيتفرق على هذا، إيمتى؟ في الضرب وفي القسمة. هادشي راه مشروح في الفيديو اللي غنخلي لكم أصلا تحت في الديسكريبسيون، لتحت في الديسكريبسيون غنخلي لكم جميع الفيديوهات اللي غتحتاجوا باش تبريباريو إن شاء الله الإمتحان المحلي، يعني الدروس، الفيديوهات ديال الدروس كاملين من شهر 9 حتى لدابا، حتى شهر 1. مزيان، دونك الأوكاري فاش غيتعطى الخمسة غتولي 25. الأوكاري فاش غيتعطى 10 أس 5 غتولي 10 أس 5 أس 2، 10 أس 5 أس 2 غتولي 10 أس 10، حيت 5 ب 2 قوة و قوة، بويسونس دين بويسونس، الأس كيتضرب مع الأس، متفقين؟ مزيان، على حساب هاد القاعدة اللي غنكتب لكم هنايا. دونك القاعدة اللي طبقنا في الأول هي أ فوا بي لو تو بويسونس إن، كنفرقو الأس على أ ولا بي. القاعدة اللي طبقت في الثانية هي أ أس إن لو تو بويسونس إن، باش كتكون عندي قوة وقوة كنضربو القوات مع بعضياتهم، مزيان. هاذوما القواعد اللي طبقت هنا في واحد في الضرب ما كنبغيش نكتبو أنا. علاش؟ حيت 10 في واحد هي هذا العدد، 100 في واحد داك العدد، 600 في واحد 600، 700 في واحد 700، يعني واحد كيعمر لي ليسباس وكيخرق لي كتولي عملية كتبان كبيرة. دونك 10 أس مزيان. 25 باقي نورمالمون ما تكتبش كتابة علمية، 25 ما مكتوبش كتابة علمية، باقي ما ساليش، متفقين؟ دونك ملي تكون عندك شي كتابة علمية ما تصعبش راسك صافي ساليتي، أولا غير السطر الأول وساليتي، لا، خاص يكون مكتوب كامل على شكل كتابة علمية. شنو هي الكتابة العلمية؟ هي فاش يكون عندك واحد العدد مضروب في 10 أس إن، بحيث داك العدد يكون محصور ما بين واحد و 10. والأس تيكون على حساب الفاصلة، الأس تيكون على حساب الفاصلة. إلا مشيتي بالفاصلة في هاد لو سونس كيكون الأس موجب، إلا مشيتي بالفاصلة في هاد لو سونس كيكون الأس سالب. هادي كتابة علمية، متفقين؟ أنا درت لكم تعرف مراجعة هنا. دونك لحد الآن هاد الشكل هذا ما مكتوبش على شكل كتابة علمية، هادي كتابة علمية. كيف كتابة علمية؟ هي فاش يكون عندك عدد محصور ما بين واحد و10. فينا هو هذا العدد اللي محصور بين واحد وعشرة؟ 25؟ لا، إذا أنا باقي ما كملتش، باقي بحال ما كتيدير التصحيح الأستاذ، أيدي بحال ما هكا، واش إذا مكتوب شي كتابة علمية؟ لا، أيضرب لك على العملية كاملة، تقدر تقول لي لا غيختار لك واحد شوية هنا النص، لا مكاينش، متفقين؟ رياضيات ماشي فيزيك، فيزيك تاخد عمل سميتو النقط على العلاقة، على التطبيق، على كذا، وخا تجيبها خطأ ماشي مشكل، ولكن هذا ماتش. مزيان. دونك هنا 25 نورمالمون الفاصلة كاينة هنا، الفاصلة غتجي هنا، غتولي 2.5، 2.5 في 10 أس شحال جينا من الفاصلة؟ 1 في 10 أس 10 في 10 أس 2. دابا غنطبقو واحد الخاصية كتقولك أ أس إن في أ أس إم هي أ أس إن زائد إم، يعني باش كيكون عندك الضرب كنجمعو الأسين، إذا عندي الضرب هانت 10 10 10، كنشوفو العدد 2.5، 2.5 في 10 أس، 2.5 في 10 أس، أس شنو؟ 1 زائد 10 زائد 2، 1 زائد 10 11، 11 زائد 2 هي 13،
إذا الكتابة العلمية ديال هذا العدد هذا أو هي 2.5 في 10 أس 13. إذا إلا كانت خرجت لك 2.5 في 10 أس 13 عرف راسك مزيان وراك فاهم مزيان الدرس ديال لي بويسونس أو ليكريتور سيونتيفيك يعني الكتابة العلمية والقراءة. ما خرجتش لك هذا الرقم هذا اللي كيبان لك هنايا يعني 2.5 في 10 أس 13 عرف راسك باقي عندك شي مشاكل وسير رجع رجع الفيديو اللي صرحت فيه دايجا شحال هادي القراءة. أنا سنعطيك الحلول دابا متفقين؟ كنت من الناس اللي عارفوا يخرجوا يعني من الاول الفيديو حبست الفيديو وخرجتها سير كمل معايا الفيديو بخير. كنت من الناس اللي ما عارفوش ليها يعني خطأ شي فيها رجع للفيديو ديالك ساهل متفقين. بالنسبه للناس اللي ما غيجيبوش مزيان في الامتحان المحلي راه المشكل منك متفقين. نجيو دونك نجيو للاف ها اف نفس القضيه اللي كنتي فاهم شي هادي غتفهميها مزيان. احنا غنخدموا اف دابا بشويه يعني اللي اف غنخدمها من فوق باش ناخذ خدمه بلا سباس دابا حنا هاد العمليه اف غنخدمها هنا مزيان. دونك 0.00002 ها فين هو العدد اللي كاين هنايا اللي محصور ما بين 1 و 10؟ فين هو العدد اللي كاين هنا اللي محصور ما بين 1 و 10؟ هو 2. اذا الفاصله غتمشي عند 2 غتمشي ليه بشحال 1 نكتب بعدا 2. دونك العدد اللي محصور ما بين 1 و 10 هو 2 هاني كتبت 2 نمشي بالفاصله 1 2 3 4 5 6. اذا في 10 و 6 لا و ناقص 6. اذا قلت لك ملي كتمشي بالفاصله في هذا لو سونس ملي كتمشي بالفاصله في هذا لو سونس كدير الاس سالب. اذا مشيتي بالفاصله في هذا لو سونس كدير الاس موجب. الامهات والاباء اللي كيتفرجوا فيا وكيشرحوا لولادهم حاول انك تفهم معايا مزيان بحال هكا وشرحها للابن ديالك بالطريقه ديالك اولا شرحها للابن ديالك بالطريقه اللي غيفهمها هو متفقين. المهم فاش كتمشي في هذا لو سونس هذا فاش كتمشي في هذا الاتجاه هذا بالفاصله كدير الاس سالب. فاش كتمشي بهذا في هذا الاتجاه هذا بالفاصله كدير الاس موجب مزيان. هذا هذا 5000 حتى هو خصو يكتب الكتابه هذيا الفاصله كاين هنا تقع على بحال هكا. دونك الفاصله كاين هنا باش ندير القوس الفاصله كاين هنا فين هو العدد هنا اللي محصور بين 1 و 10 هو 5. اذا انا نكتب 5 الفاصله كاين هنا مشات ب 1 2 3 اذا مشات في هذا لو سونس اذا في 10 و 3 الكل اس 2 على طبيعه الحال شكونوا متفقين مزيان. اذا هذا حيت مشينا بالفاصله هنا درنا الاس سالب هذا حيت مشينا بالفاصله هنا درنا الاس موجب متفقين. دونك هذه العمليه او اف راني خديت فيهم وقت طويل وتشوفني طولت فيهم ولكن راه هما المفهوم ديال الدرس ديال لي بويسونس اي بويسونس لي كريتيغ سانتيفيك. الجزء الاول راجعنا فيه شنو راجعنا في الجزء الاول راجعنا فيه لي راسين كاري و ديفلوبمون فاكتوريزاسيون. هاد الفيديو هذا غنراجعو فيه ان شاء الله لي بويسونس و لي كريتيغ سانتيفيك وغنراجعو فيه حتى شويه ديال الهندسه اللي فيها بيتاغور و الكوسينيس و السينيس متفقين. هذا هو اللي غيكون في هاد الفيديو هاك مزيان. دونك الاس اثنان غيتفرق عليهم كاملين اولا نحسبهم من داخل الاقواس اللي بغيت بغيت هاد الاس اثنان تفرقوا عليهم كاملين هي الاولى بغيتي حتى تحسب جوج في خمسه هي 10 كدا غير اللي بغيت. انا غنحسب جوج في خمسه هي 10 في 10 اس ناقص 6 في 10 اس 3 10 10 10 كنحطو او كنجمعو الاسين اذا نحطو او وغنجمعو الاسين 1 ناقص 6 1 زائد ناقص 6 شحال هي ناقص 5 ناقص 5 زائد 3 هي ناقص 2 10 اس ناقص 2 الكل اس 2 هاي القاعده ديالها ا اس ام اس ام كنضربو الاسين مع بعضياتهم اذا ناقص 2 في 2 هي 4 ناقص 4 هاني كتبتو كتاب علمي. غتقول لي استاذ راه ما مكتوبش على شكل عدد في 10 راه كاين عدد هنا راه ما كيبانش لك اللي هو 1 1 في 10 اس ناقص 4 و1 راه محصور ما بين 1 و 10 متفقين معاه مزيان. اذا او و اف مراجعه شامله للدرس ديال لي بويسونس اللي هو القوى والكريتور سيونتيفيك. دابا ندوزو التمرين رقم 2 كيف ما نعاود عاوتاني نحط لكم الامتحان هنا هو تلقاو هنا نحط لكم الامتحان ها هو سيرو خرجو وجيو تشوفو. دونك انا كنخدم دابا مع الناس اللي ديجا خدمو امتحان وكيجيو يشوفو واش عطاهم صحيح ولا لا متفقين.
مزيان. بالنسبه لهاد الجزء ان شاء الله غادي نرجع فيه. لا صرا دابا ان شاء الله نصور. دابا ان شاء الله غادي نراجعوا ان شاء الله الدرس ديال فيثاغورس، يعني مباراه فيثاغورس غنراجعوها ان شاء الله اليوم هي، وكيفاش نحسب كوسينيس وسينيس والطانجوج. متفقين؟ هادشي اللي غنراجعوا في هذا الفيديو. كما كتعرفوا الفيديو الاول راجعنا فيه الجذور المربعه والنشر والتعميل، الفيديو الثاني رجعنا فيه القوه والكتابه العلميه. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نراجعوا فيه مباراه فيثاغورس والحساب المثلثي، غير شويه الحساب المثلثي حتى الحصه ان شاء الله، ونراجع الحساب المثلثي ديال بصح. اذا من هنا ملي كيكون عندي مثلث قائم الزاويه، مثلث قائم الزاويه في ا، ها هو مثلث قائم الزاويه، وتيقول لك احسب. يعني هنا كنطبق مباراه فيثاغورس المباشره بيتاغور ديريكت. مزيان، دونك غنقول لي اون ا بي سي تريانجل ريكتانجل. الا ما كتبتيهاش لي عندك خطا. لدينا ا بي سي مثلث قائم الزاويه في ا، اون ا بي سي تريانجل ريكتانجل اون ا. كنقول لك الحوايج اللي غينفعونا ان شاء الله في الامتحان المحلي. كما قلت لكم هذا الامتحان هذا غادي تعطل فيه بزاف، يعني غنديروا فيه بزاف ديال الوقت، ولكن الامتحانات الجايه ما بقاش نقول هذه الهضره، غنجي نيشان نخرج. مزيان، دونك ضروري تقول لي اون ا بي سي تريونغل ريكتانغل اون ا. الا ما قلتيش لي هذه عندك خطا. ملي كتكتب لي اون ا بي سي تريونغل ريكتانغل اون ا، كتقول لي دابخي لو تيوريم بيتاغور ديريكت اون، عاد كتكتب الوتر اس اثنان. باش كنعرفو الوتر اون فاس مع الزاويه القائمه، حيت المثلث ماشي بالضروره يحطو ديما بحال ما كيقدر يدورو يقدر. دونك الوتر كنعرفو هو اللي كيكون اون فاس مع الزاويه القائمه. مزيان، الوتر اس اثنان اللي هو ليبوتينيوس اس اثنان ا بي او كاري زائد ا سي او كاري، يعني ا بي او كاري زائد ا سي او كاري بيتاغور ديريكت. كما العاده الناس اللي ما فهموش مزيان اولا ما فهمش مزيان بيتاغور، ارجع راني ديجا شارحو بلي ديتاي. غتكتب فيثاغورس رابع غزواني غيطلع لك الفيديو مشروح بلي ديتاي، دخل وتفرج في الدرس. مزيان، دونك ملي كنكتبو حنا مباراه فيثاغورس بحال هكا كنعوضو بالارقام. بي سي ما عنديش الرقم ديالها، بيان سور كون هو اللي قال لك حسب ليا كالكولي بي سي. دونك بي سي ما عنديش الرقم ديالو كنحطو. ا بي عندي الرقم ديالو اللي هو 4 او كاري، ا سي او كاري هو 3 او كاري. مزيان، دونك بي سي او كاري 4 او كاري 16، 3 او كاري 9. بي سي او كاري تساوي 16 زائد 9 هي 25. دونك في الاخير في الاخير في الاخير بي سي غتساوي 5. دونك بي سي تساوي 5. اذا الا كنتي من الناس اللي خرجت لهم 5 اكتب لي تحت في الكومنتار قول لي استاذ وي فهمنا بيتاغور. كتبوا لي الكومنتار قول لي كيفاش، يعني واش فهمت واش فاهمين مزيان ولا لا، باش الا كنتو ما فاهمينش ندير فيديوهات اخرين على الدروس. متفقين؟ ندير شي مراجعه اخرين. دونك كتبوا لي تحت في الكومنتار واش فاهمين، يعني واش نصعب التمارين ولا نخليهم غير بحال هكا. مزيان، دونك حسبنا بي سي لقيناها 5 ها هي. دابا غندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني قال لك حسب لي السينوس ديال ا بي سي والطونجون ديال ا بي سي، وقال حنا واخا ما قالوش لي نحسب كوسينوس حتى هي غنحسب. مزيان، بزاف ديال الناس حافظين سينوس كوسينوس طونجون حافظين. لا ما خصكش تحفظ. دابا مثلا قال لك السينوس ديال ا بي سي فين هي الزاويه ا بي سي؟ ا بي سي يعني ايه؟ ها الكوسينوس ديال الزاويه ا بي سي هو لادجاسون، لادجاسون يعني المحايد او الداعي حدا الزاويه بي. فين هو الداعي حدا الزاويه بي؟ غتقول لي هذا. لا هذا وتر، دوش لي على الوتر. متفقين؟ دونك شكون هو لادجاسون الداعي حدا الزاويه بي؟ هو ا بي. اذا هو اللي كيكون الفوق. والتحت كنديرو ليبوتينيس اللي هو بي سي. اذا فاش كنبغي نحسب الكوسينيس كندير كسر البسط، يعني النيميراتور كنكتب فيه لادجاسون ديال ا بي سي. لادجاسون ديال بي هو ا بي هاي. والتحت كندير ليبوتينيس، ليبوتينيس هو بي سي. ها مزيان، تساوي الاباء والامهات اللي كيفهموا عاد كيشرحوا لولادهم، حاولوا انهم تفهموه معايا مزيان، وشرحوا الابناء ديالكم بالطريقه ديالكم. دونك ا بي، ا بي ديجا ا بي، ا بي 4 و بي سي هي 5. ياك دابا انت غتشد كالكولاتريس ولا تشد 4 قسمة 5 غتلقاها انها كتساوي 0.0. متفقين؟ 0.0. ديما عندك الكوسينيس باش تعرف راسك واش عندك صحيح ولا خطا. الكوسينيس والسينيس ديما خصو يكون محصور ما بين 0 و 1، يعني ديما غتلقى 0.1، 0.3، 0.6، 0.7، 0. يعني غتلقاها بحال هكا. إذا لقيتي فيت واحد عرف راسك عندك خطأ.
صافي انت ما عندك حتى شي حوايج باش تعرف راسك واش عندك صحيح ولا لقيتيه قبل ما نسافر راه عندك خطر لقيتيه كثر من واحد راه عندك خطأ مزيان دونك كوسينوس هو لاجاسون على ليبوتينيس سينوس هو لوبوزي شكون هو لوبوزي ديال بي الفوق ديال لوبوزي غير مقابل شكون هو اللي مقابل مع الزاويه بي هو اس اذا هنا اس وتحت ليبوتينيس هذاك ما كندوش عليه دونك ملي كنبغي نحسب الكوسينوس كندير المحايد على الوتر اللي حدا الزاويه على الوتر يعني لاجاسون على ليبوتينيس ملي كنبغي نحسب السينوس كندير لوبوزي على ليبوتينيس يعني مقابل على الوتر المقابل هو 3 وبي سي هو 5 تقدر تخليها بحال ما هكا عدد كسر تقدر ترجع عدد فاصله بجوجهم عندك صحيح بالنسبه للطونجونت حلو ساهل الطونجونت ديال الزاويه بي هو المقابل على المحايد شكون هو اللي مقابل مع بي هو اس شكون هو اللي حدا الزاويه بي هو ا بي اوكي ا بي ا سي هي 3 و ا بي هي 4 طونجونت ماشي مشكل يقدر يفوت واحد تقدر تخرج لك 1.3 ماشي مشكل ولكن الكوسينوس اذا من بعد ما خرجنا السؤال الاول اللي هو كالكول لا ديستانس بي سي لقيناها 5 حسبنا السينوس والطونجونت وزدناهم حنا كاد ومعدنا زدنا حسبنا لهم كوسينوس دابا زدنا السؤال اللي من وراه قال لك سوا او لو سيميتريك دو سي بارابور ا او سيميتريك او سيميتريك دو سي بارابور ا ها او سيميتريك دو سي بارابور ا يعني هذا غيطول واحد شويه ها هذا غيطول واحد شويه ياك و او غتجي هنا يعني سيمتريك ديال السي يعني نفس العباره اللي كاين هنا غيجي هنا دونك هنا سيدي كاينه 3 هنا حتى هنا غتكون 3 شتا دونك هنا غتكون او اذا او مماثله السي بالنسبه ل ا اذا او سيمتريك دو سي بارابور ا درس ديال السيمتريك اكسيال او السيمتريك سنترال اللي هو درس كيف السابعة والثامنة ولكن يقدر يتحط لي ماشي يقدر غير يتحط لي ان شاء الله في الدروس ديال الهندسة مزيان سوي شوية قال لك اش مع معين مزيان تاتي ما ديال التمرين شوف عاود التمرين بين لكم اش لا اش بروجيتي اورتوغونال ديال او على بي سي ها اذا انا شنو غندير غنشد ديك اللعيب اللي بحال هكا عمودي يعني ماشي غنخدمو بهادي انا ما عنديش مثلث ماشي ما عنديش موضر ليا وراه عندي مزيان نقف هادي 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 غادي نوصل هادي شتا هادي بروجيتي اورتوغونال يعني او غتسقط على بي سي ولكن عموديا اه مزيان دابا نديرو ديك اللعيبة ديال ها وها اش لا ها اش هادي هي اش هادي هي اش هزت بي دونك السؤال هو بين ان السي اش كتساوي 3.6 الا رسمتي الشكل زوين واعر خاصك تلقى هنا 3.6 شتا 3.6 ولا ماشي 3.6 ها 3 ها نص ها 3.6 شتا دونك 3.6 ولكن واش انا غنعبرها بالمسطره غنقول لي استاذ اجي تشوف لا خاصني نخرجها تخراجيا يعني كتابيا اه مزيان دابا انا خصني نحسب السي اش تكون فيها 3.6 وي هذا راه مثلث قائم الزاويه زوين ياك ولكن راه عندي غير هذا حيت هذا فيه 3 وهذا حتى هو فيه 3 يعني هذا فيه وي فيه 6 مزيان دونك هذا فيه 6 باخر ولكن هذا ما عنديش او اش ما عنديش ياك والسي اش ما عنديش اذا ما عنديش الحق نخدم انا بسميتو بالكذا بال هذاك سميتو بال بيتاغور ديريكت ما عنديش الحق دونك خاصني نفكر فشي طريقه اخرى تلقاي خاصني نفكر فشي طريقه اخرى كيفاش نحسب سي اش وتخرج ليا 3.6 علاش حيت ما عنديش هاد الدرع ما عنديش هاد الدرع تلقاي وكي غندير انا باش نحسب سي اش بيتاغور ديريكت لا كاين واحد الطريقه اخرى الطريقه ديالاش ديال انني نحسب غنتركز معايا مزيان غنحسب الكوسينوس ديال هاد الزاوية ديال الزاوية سي غنحسب الكوسينوس ديال الزاوية سي في المثلث الأول وغتشبع معايا مزيان وغتشبع معايا مزيان الناس اللي خارجوا من الفيديو وصلوا للنص وخرجوا ما غتستافدوش من هاد العيب الناس اللي وصلوا حتى لهنا غتستافدوا من هاد العيب وركزوا معايا فيها مزيان باش فاهمها غنحسب اسيدي الكوسينوس ديال السي ولكن في المثلث الأول يعني هذا هو شي غنحسب كوسينوس هنا كوسينوس ديال الزاوية سي
الى حسبت الكوسينيس ديال الزاويه السين، الى حسبت الكوسينيس ديال الزاويه السين غادي يعطيني واحد الرقم. ها الرقم ديال الكوسينيس ديال السين، شنو هو الكوسينيس ديال الزاويه السين؟ شنو في المثلث الاخر هو المحايد. شكون هو المحايد ديال الزاويه السين؟ هو اس. المثلث الاولاني كيفاش معاه؟ هو المثلث الاولاني المحايد يعني لادجاسون ديال السين. شكون هو اس؟ على لي بوتيني. شكون هو لي بوتيني؟ هو بيس. شحال كتساوي اس؟ اس كتساوي 3 وبيس كتساوي 5. اذا الكوسينيس ديال الزاويه السين لقيتو هو شحال؟ هو 3 على 5. مزيان مفهومه. حسبت الزاويه ديال السين. دابا غنمشي نحسب الكوسينيس ديال الزاويه السين ولكن في المثلث الاخر. في المثلث هذا مسع عليا هاد المثلث الاولاني مسع عليا كاينش. يلا بغينا نحسبو الكوسينيس ديال الزاوية سي. هو لاجاسون لي هو سي اش على لي بوتينيس لي هو سي او. ايش كتفهمو معايا؟ غنحسب الكوسينيس ديال المثلث الاولاني عطاتني 3 على 5 متفقين، وغنمشي غنحسب الكوسينيس ديال الزاوية سي في المثلث الثاني لي هي سي اش على سي او، والسي او هي هي 6 هي 6. اذا الكوسينيس ديال سي كيساوي 3 على 5، كوسينيس ديال سي كيساوي سي اش على 6. اذا 3 على 5 كتساوي سي اش على 6. اذا 3 على 5 كتساوي سي اش على 6. اذا بغيت نعرف سي اش، سي اش غندير العلاقه الثلاثيه 3 في 6، 3 في 6 قسمت 5. متفقين؟ سي اش كتساوي 3 في 6 قسمت 5. شوفوا واش كتبان؟ كتبان. دونك 3 في 6 قسمت 5 ما غنحسبهاش، تحسبها انت وغتلقاها 3.6. الا ضربتي 3 في 6 قسمت 5 غتعطيك 3.6. متفقين؟ دونك سي اش كتساوي 3.6. مفهوم؟ دونك هذا السؤال هذا صعيب بزاف و غالبا هو كيتحط. متفقين؟ حيت هما عارفين الامتحان المحلي كيتعطى لي شي قريبا شي 16 ولا 18 نقطة، أسئلة عادية كيخليو ديما واحد جوج نقطات عمرك شتي بحال. متفقين؟ شي نقاط اللي كيكونوا صعاب شوية بحال دابا مثلا هادي. دونك سي اش كيفاش درنا ليها؟ حسبنا الكوسينيس في المثلث الأولاني اللي هو قائم الزاوية، وحسبناها في المثلث الثاني. في المثلث الثاني كاين السي اش، ديك السي اش هي اللي باغي أنايا. صافي، علاقة ثلاثية 6 في 3 قسمت 5 هي 3.6. إذا في هذا الفيديو هذا راجعنا بيتاغور يعني فيتاغورس يعني كوسينيس وسينيس وطونجونج. كان هذا هو الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.